9:19 صباح الخير للي فاق توا، للمرتاحين اليوم، للي ما يخدموش، للي يصحوا راقدين، اللي حل الراديو توا يسمع فينا. ان شاء الله صباحه مبروك، وان شاء الله نهاره زين، وان شاء الله صبحيته تكون كلها نشاط وحيويه. نحن مش نواصلوا لقانا، مش نواصلوا مع ايام تحت اللي منخذه الهجره غير الشرعيه. مانيش حارق هكا عنوانها الايام هذيا، التكوين زادك وبمشروع صغير في بلادك تعيش كيف ما زادك. الايام هذيا تعمل في جوله بمشاركه وزاره الثقافه، ودار الشباب والرياضه، دار الثقافه الكرم، دار الثقافه السجومي، ايضا الوكاله التونسيه للتكوين المهني. شنو فيها؟ شنو الهدف منها؟ قداش من شباب شاركوا فيها؟ خاصه انه نحن تابعوا من خلال القنوات العالميه الكل اخبار العالم اللي تتحدث عن الهجره غير الشرعيه والغرق اليومي لعشرات الناس الهاربين من الحرب، من ظروفهم الصعيبه، من بلدانهم لاسباب عديده. الهجرة غير الشرعية اللي تمثل الشغل الشاغل اليوم للعالم أجمع، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة يقولوا هي كارثة إنسانية يعيشها العالم. الأمم المتحدة تحذر من الأزمة الإنسانية هذه، وتقول في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ما شدناش أزمة كما الأزمة متاع الهجرة غير الشرعية اللي تشكل مشكل كبير في العالم أجمع. مش نمشيو لضيفنا سي توفيق الهمامي، هو معانا، يقولوا لي الزملاء حاضر على الكونسولات. صباح النور سي توفيق. النور، صباح النور يا عيسى. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. نهارك سعيد. الأيام التحسيسية نتاعكم لمنهضة الهجرة غير الشرعية كانت انطلقت في عديد الأحياء، نتحدثوا شوية كيفاش كانت انطلاقتها، من أبرز الفقرات اللي كانت فيها، هل أنه الشباب خاصة في الأحياء قولوا نحن شعبية ولا ذات الكثافة العالية استفادوا من اللي قدمتوه، ولا كان الحضور يعني مش كبير برشا؟ هيك نقيموا مع بعضنا إلى حتى الآن كيفاش كانت الأيام هذه. شكرا سعادة على أنكم أتحتونا الفرصة باش الموضوع هذا ياخذ وقت حضور بكافي، لأنه الحق موضوع حساس برشا، والشباب نتاعنا قاعد ضايع معناتها، وقاعد يموت في الحرب، وقاعد يتعرض للعديد معناتها من الاشكال الدينيه العنصري، معناتها الحالات معناتها ما نجموش نحكوا عليها لانها في الالف. احنا الايام التحسيسيه هذه هي معناتها بالضبط معناتها الصغار اللي عمرهم بين 15 و25 سنه. نعم. وفي الموضوع هذا حابين نزيدوا نحملوا المسؤوليه للعائلات. معناتها حتى العائلات تم تكييف الموضوع بصبعينها، وعملنا جلسات مع معناتها دي سوسيال ودي بسيكياتر، وحاولنا انه في النقاشات معناتها لازم العائلات تحمل شويه مسؤوليه. صحيح هما راهو معناتها ماهمش قايمين بواجبهم، مي الظرفيه توا تطلب مزيد جهد من الناس الكل. انتم وين مشيتوا؟ بديتوا بالكرم وبعد سيجومي؟ احنا بدينا بالكرم الغربي اسونسيالمون. في الكرم الغربي وقع نقاش مع حوالي 400 مواطن. اهم احرقناه معناتها من التعليق معهم هو انه الفقر، الحساسه، معناتها سوق الشغل ضيق جدا، خاصة في الأحياء دي ما فماش آفاق معناتها للشباب. هذا كل معناتها عوامل تخلي الشباب يخمم في الحرب. فوالا حتى كيف طحنا عليهم راهو الموضوع معناتها بالرغم اللي توا احنا طحنا عليهم بدائل جديدة هي موجودة لما حالة، لكن هما معناتها فرحوا على خاطر لقاو شكون يهتم بالموضوع وشكون حب معناتها حب يعاون وحب يوريهم معناتها كيفاش يدخلوا البيبان وكيفاش باش يعملوا. واحنا معناتها ديجا في الكرم خدينا معناتها حوالي 12 شاب، ثم اللي حب يعمل مشروع، ثم اللي حب يرجع للتكوين. معناتها ليزوبورتينيتي موجودين، الشباب إذا كان يلقى فعلا أذان صاحية، إذا كان يلقى شكون يعاونو راهو ما يخممش في الحرب. واعي ما يخممش في الحرب، راهو واعي صدقني
معناتها درجة الوعي اللي عند الشباب والصغار والعزايز والرجال الكبار مرتفعة جدا، الأبيض تعرف شو يراو، لكن الظروف معناتها ظروف محقرة. هي اللي تلزو انه يمشي للقوارب الموت هذوما. على كل حال توا اليوم على امتداد 27 و28 عملنا الحملة في السجون. كيف كيف وزعنا الملتقات لي فلاير وقع نقاش مع العباد، كنا تم تحمس كبير بصراحه من العباد. فما شباب حسيتهم كان عندهم فكره الحفقه كي انتم حدثتوهم على المشروع وكيفاش يتكون وكيفاش ينجم يعمل، تغيرت فكرته الا خاطر اللي لاحظوه الحقيقه انه فما شباب يقول لك مش حكايه فلوس ولا خدمه، نحب نعيش لبرا، نحب نمشي لاوروبا، نحب نعيش. والله النقطه هذه موجوده، لكن زاد الشباب قاعد يتبع في الاخبار وعارف انه مش يمشي غادي، ما عادش الفكره اللي كانت عنده بدات تتغير بشويه بشويه، معناتها سويت معناتها الحاجات اللي خادعه فيها. وهم برشا من الشباب اللي حرقوا وعاودوا رجعوا وعاودوا حرقوا وعاودوا رجعوا يحكوا لهم على المآسي اللي عانوا فيها، فهمتني؟ دونك احنا من تقريبا التجربه نتاعنا من 25 استطعنا انه فما ثمانيه هذوما قارين طالبين شغل، معناتها طالبين انه يعملوا مشاريع للحساب الخاص، واتصلنا معناتها عند معنا في المشروع واتصلنا بهم وقاعدين ندرسوا في الدوسيات نتاعهم باش نحاولوا نعاونوهم معناتها بالماكسيموم انهم ينتصبوا في قطاع خاص. ثم الميكانيكي الكهربائي، ثم اللي عنده اختصاص الومنيوم، ثم اللي مهوم بالموسيقى يحب يعمل سولو، موجود معناتها موجود. ما بين الكرم وسيجومي معناها نجم نخرجوا ب 20 صاحب مشروع صغير، معناها 12 في الكرم و8 في السيجومي، اذا فهمت. نجموا حتى اكثر. باش تعملوا جوله في احنا بدنا مش عاوزوا نطرحوا على اندى انها توسع شويه في معناتها التمويلات نتاعها. على التمويلات نتاعهم في طريق الخالات باش نحاولوا انه زاد المواطن نفهموه اكثر ما يكون، ونحاولوا انه اهم حاجه هو انه يخدم ويخلص بشويه بشويه والناس تكون تتعاون. وبليس احنا رانا مؤمنين انه الموضوع هذا ما يتحلش، مانيش احنا كجمعيه رؤيه حره حدنا مش نجم نحلو، والناس كلها مع بعضنا، وسائل الاعلام والجمعيات معناتها والوزارات والخواص والناس الكل يزمنا نتفقوا باش نجموا معناتها نتعاونوا على المواضيع هذه، لانه شبابنا بالحق راهو شباب. معناتها احنا عندنا في السيكولوجي فيديو مؤلم جدا كي تسمع شاب تونسي معناتها مش نجم معناتها يلوج كيفاش يلقى حلول في بلاده. راهو هما ديما مثال في بالكم مسكر عليه، فخموا في العيله، خموا انه باش يموت في البحر، وخمم انه معناتها يمشي غادي يجي مستقبل الله ما يعرفش على روحه، نجم ينجحش ماشي نحو المجهول، هو ما عرفش على روحه. فماشي محطات اخرى بعد الكرام والسيجومي، مش تواصلوا الايام هذيا في اماكن اخرى في ولايات اخرى؟ احنا حسب مش نستنوا التقارير نتاع معناتها المعالجين المشتريين من المعالجين الاجتماعيين، ومش نشوفوا معناتها وين مش معناتها المشاريع اللي نتابعوا فيها مع ايدا ولا ايش نزعل وزارة التكوين ولا ما حضرش معنا، مش نشوفوا شنو المآل نتاعها باش يبدا عندنا على الاقل نقطة انطلاق جديدة. ان شاء الله توصلوا الحاجة على الاقل تخرجوا حاجة ملموسة من الايام هذيا. بالضبط، مش على الاقل مش احنا كي نعاودوا معناتها نوصلوا في جهات اخرى يكون عندنا معناتها ديفيرونس فكرة تنضج أكثر ويبدا عندنا رؤية أكثر على الموضوع. إن شاء الله. اليوم عندكم إيفينمون في بالي معناها؟ اليوم عندنا إيفينمون في دار الشباب الحريرية. الإيفينمون يتمثل في مسرحية من ليجاناتيف، معناتها شاركة مع جمعية ليجاناتيف. المسرحية اسمها وليد الحي. هي مسرحية تتناول موضوع حق بعد ثم نقاش، وبعد ثم معناتها الاطراف المتداخله اللي تبدا، واذا كان جا شكون ممثل على وزاره التكوين المالي والتشغيل
لكن ثم ممثل على مؤسسة ديسي يكون فين وقت انطلق المسرحية وبعد المقاطعة؟ في الرابعة مساء في دار الشباب الحلالي. يعطيك صحة، شكرا ليك سي توفيق، تفضل. يعيش مرسي، شكرا شكرا. ان شاء الله موافقين. هذه هي الايام التحسيسيه لمناهضه الهجره غير الشرعيه، انطلقتها كانت في الكرم، ثم البارح او البارح كانوا في السجوني. التكوين زادك ومشروع صغير في بلادك تعيش كيما دادك، هكايا العنوان الكبير اليوم. فما مع الاربعه نعاود نذكركم وليدي حي، مسرحيه مع لجون ارتيست في الحريريه الاربعه نتاع العشيه، وبعد نقاش في نفس الاطار الحلقه كيفاش تلقى حلول في بلادك وما تلوش تمشي تمشي برا نحو المجهول، ما تعرفش شنو يستنى فيك، خاصة انه اليوم اوروبا ماهيش اوروبا نتاع الثمانينات والسبعينات، تغيرت المنطقة الكل، فمحليها تعيش في بلادك مخاطب اهلك، كي تيح تلقى شكون يلقبك يهزك يعاونك يمدلك يد المساعدة، تلقى صحابك احبابك حاجات ما تلقاهمش برا، فما شكون جرب وحرق وشاف ومن بعد رجع وفهم شنو معناها الجنة اللي كان يتصورها جنة شنو حقيقتها. احنا توا 9:30 باش نمشيو للنغم، نخلي توا حمد الكرة عندي.